مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير على حضراتكم، برحب بيكم وحلقه جديده وساعه صبحيه ان شاء الله. نهار سعيد ويوم جميل باذن الله تعالى. برحب بحضراتكم طبعا، برحب كمان بزميلي العزيز عاصم الشندويلي. صباح الخير يا عاصم. صباح الخير يا مها، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل مشاهدينا يا رب في العالم اجمع بالف خير وصحه وسعاده، ويا رب دايما كده ان شاء الله مبتسمين مبتهجين مقتدين بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. زي ما حضراتكم عارفين طبعا، احنا طوال شهر ربيع الاول بنحتفي بميلاد سيد الخلق اجمعين سيد محمد صلوات ربي وسلامه عليه. من اجمل الاشياء اللي احنا ممكن نطبقها في حياتنا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم هو حسن التعامل مع الاخرين. الرسول دايما كان بيحرص على التعامل مع الكفار بايجابيه قبل اصحابه، نظرا للرساله اللي حاب يوصلها للعالم اجمع، ان دين الاسلامي دين سلام ومحبه ووئام وتعايش سلمي ما بين البشر. حاجات جميله اخرى ممكن نقتدي بيها في هذا الشهر الكريم قدوه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وميلاده العزيز والغالي في قلوب المسلمين جميعا. والحقيقه يمكن الاشياء اللي احنا للاسف ضغوط الحياه ومجريات الامور بشكل كبير خلتنا مش نتغاضى عنها، ولكن تقاعسنا عن تاديتها بايجابيه، وهي صله الارحام. صلة الأرحام من الأشياء اللي بتدخل الناس الجنة، ومن الأشياء اللي بتقرب أي شخص فينا لربنا سبحانه وتعالى، ومن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجزينا عنها خيرا وبيثقل ميزان حسنات حضرتك. ناس كتير بتقتصر في صلة الأرحام فقط على السوشيال ميديا، انها تبعت رسالة تهني، حتى واحنا شفنا يعني في الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس بعت رسائل على الواتساب على الفيسبوك، ضئيل لما تلاقي واحد رفع عليك سماعة التليفون وقال لك كل سنة وانت طيب. كمان جزئية حابب أتكلم فيها، وسائل الإعلام قصرت في الاحتفال بالمولد النبوي الكريم. ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال فيه لا بيقتصر إيه ان انا اجيب شيخ وان انا اتكلم معاه عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، او اجيب يعني احد الفرق الانشاد الديني واقرا بعض الانشادات الدينيه اللي تذكرنا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم واسمى معاني الاحتفال، ان احنا ننقل الرسالة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحملها للعالم أجمع، وليس فقط للمؤمنين أو المسلمين، ولكن حب البشر وحب الوئام وحب السلام ما بيننا ما بين بعض والتعايش بإيجابية. أعتقد دي أسمى المعاني اللي كان حريص الرسول صلى الله عليه وسلم. نتمنى يا رب أن احنا في مثل هذه الأمور العطرة وهذه الذكريات الجميلة والغالية، ليس فقط على المسلمين ولكن على العالم أجمع، بما أن الرسول جاء برسالة المحبة للعالم أجمع، نحتفي بهذه الأمور ونحتفي ونقتضي أيضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهجه. مفيش شك طبعا عاصم ان كل واحد مننا لازم يعيش حياته يكون ليه قدوه، يكون ليه مثل اعلى. ولو بصينا كده على افضل قدوه لينا مش هنلاقي احسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مهم جدا نقتدي بيه، نقتدي باخلاقياته الكريمه، بتصرفاته الحسنه جدا مع جميع البشر، يعني اعلاهم واقل شخص كان بيتعامل معاه بطيبه بكرم اخلاق، كان بيتعامل بتواضع. لو حتى جينا بصينا كده لطريقه تعامله مع الصحابه، ازاي كان بيتعامل معاهم في اصعب الظروف، في الاعمال ايضا الشقه كان بيشارك معاهم بايده، بيشتغل معاهم حتى لو كانت اعمال شقه جدا جدا. اثناء الحروب طريقه تعامله مع الصحابه كانت ازاي، طريقه حتى التعامل والنصائح اللي كان بيقدمها لهم في حاله ان هم بيؤسروا احد الاعداء، كان برضو في رحمه، في نوع من الرحمه في التعامل. كان يعني شفنا ان هو في مراحل كان بيتعرض خلال حياته فيها لايذاء من قبيله قريش، شفنا مدى الاذى اللي اتعرض اليه، ولكن كان بيتسم ايضا بصفه التسامح وبكرم الاخلاق، وكان لاخر لحظه بيتسم بالصبر وبالتحمل، وكان دايما بيوصي كل الناس اللي حواليه ان هم يتحلوا بالصبر حتى في اصعب المواقف واصعب الشدائد. فرصه جميله جدا ان احنا خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طبعا خلال الاسبوع ده احنا كلنا بنحتفل بهذه المناسبه العطره، ان احنا نعلم اولادنا اخلاقيات كتير جدا حلوه في حياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقتدوا بيها، نعلمهم ازاي نصل الارحام، ازاي المناسبات الجميله دي تمر علينا ونرجع تاني شمل الاسره، نرجع تاني نتجمع على مائده واحده، نزور بعض، ما تبقاش المعايدة عن طريق الرسائل أو عن طريق المكالمات الهاتفية، لا نروح لبعض ونزور بعض عشان يتعلموا صلة الأرحام، يتعلموا أنهم ليهم أسرة وأهل وعزوة، لازم يعني يحافظوا على لمة العيلة. والحاجات اللي احنا مفتقدينها حاليا بشكل كبير جدا، واللي كان بيتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حريص ان يزرعها في قلوب كل الصحابه، هو التبسم في وجه اخيك. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتبسم في وجه اخينا او وجه اي حد احنا بنتكلم معاه حتى لو كان عدو ليك. للاسف احنا دلوقتي لما تلاقي مثلا اي حد كسر عليك وانت ماشي بالعربيه بتتخانق بتبقى عايز تنزل تضربه، لو جار حضرتك معلش نسي يصبح عليك بتبقى عايز مخنوق يقول لك ده ما عبرنيش، والحاجات دي كلها. يا ريت نشيل من كل قلوبنا الضغينه
ونشيل كل الكراهيه دي، ويكون عندنا التبسم الحقيقي الناب عن صفاء نيه، ان انا حتى وبتعامل مع في الشغل، جرب كده وانت بتتعامل مثلا مع اصحابك وزمايلك في الشغل، وشك كده بشوش، وشك بيضحك، وشك مبتسم، اعتقد حتى لو بينك وبين زميلك او صديقك ضغينة، لما يشوفك متبسم ده انت زي ما بيقولوا كده بتشفط او بتسحب كل الطاقه السلبيه اللي عنده، بتحولها لطاقه ايجابيه بتتنقله، لان انت عندك طاقه ايجابيه. وخدوا بالكم كل الخبراء في الطاقه الايجابيه اكدوا على مثل هذه الامور. من الاشياء كمان الجميله اللي احنا نقتدي بيها واسوه بهذا المثل، الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مش بس مع المسلمين او الصحابه ولكن مع المشركين، حينما دخل احد المشركين المسجد وتبول داخل المسجد، فالصحابه كانوا حابين يتعاملوا معاه وغضبوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يهدأوا حتى ان يكمل تبوله. فده من المواقف الجميلة. بعد ذلك الراجل لما شاف هذا الموقف وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيكلمه دخل الدين الإسلامي. ده بيؤكد أن الدين الإسلامي الحنيف ليس كما يدعي الكثير أن انتشر بحد السيف أو بالحروب، بالعكس الدين الإسلامي الحنيف انتشر بالحب والسلام والمحبة والرحمة ما بين البشر، حبا في هذا الدين العظيم، حبا في الخالق عز وجل، حبا في الرسول الكريم، رسول المحبة، رسول الإنسانية، رسول البشر أجمعين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع أغنية ونكمل مع حضرتك. مرحب بحضراتكم مشاهدينا من جديد. طبعا كلنا ملاحظين ان في تقلبات مناخية، درجات الحرارة بدأت في انخفاض ملحوظ جدا، خلال الصباح الباكر بيكون في نسبة من الشبورة المائية، عشان كده لازم نتوخى الحذر خلال طبعا القيادة على الطرق السريعة في الصباح الباكر. مهم جدا ان احنا كمان نهتم بارتداء نمط ملابس يكون معتدل، لان طبعا درجة الحرارة تنخفض في فترات المساء. ايضا الناس اللي بتسافر واللي بتنزل لاعمال في فترة المساء مهم جدا يخلوا بالهم من الجزئية دي، بالإضافة إلى أن التغذية السليمة خلال هذه الفترة بتكون من أهم الحاجات اللي احنا لازم نلتزم بها عشان نحافظ على نفسنا من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا. طيب تعال نتعرف أكتر عن حالة الطقس، معنا الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية. برحب بك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، بألف خير وصحة وسعادة. أهلا بحضراتكم بالسادة المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. بمناسبه المولد النبوي الكريم في البدايه، طمنا ايه اخبار الطقس النهارده وخلال 72 ساعه اللي جايين ان شاء الله؟ اهلا بحضراتكم بالاستاذ الشاهين، كل عام وحضراتكم بخير وجميع المصريين ومصر دائما بخير يا رب، بمناسبه مولد النبوي الشريف. عن حاله الطقس اليوم نقدر نقول انه بالنسبه لدرجات الحراره الطقس معتدل في درجه حرارته على كافه انحاء الجمهوريه، ده في النهار، بالليل بيبقى بارد، بعض السحب منخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، لكن إن شاء الله يعني بعد ساعات قليلة هيصدر عن هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حال الطقس من غدا، لأنه هيبقى هيحصل فيه تغير كبير في الأحوال الجوية. احتمالية سقوط الأمطار والتغير ده يا فندم هل بينخفض؟ من بكرة إن شاء الله هيكون في احتمالية لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، وده اللي هنقوله في البيان، وايضا هيبقى فيه انخفاض في درجات الحراره. تمام. بالنسبه دكتور لحاله البحر ايضا عشان نطمن كل الاخوه الصيادين، حاله البحر هل مستقره ولا لا؟ بالنسبه للبحر في رياح خفيفه، بالتالي كل من البحرين الابيض والاحمر قادمين شتى اعمال الملاحه البحريه. تمام، نشكرك جدا الاستاذ دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه اللي طمنا بشكل مفصل، وكمان حذرنا من الانخفاض الملحوظ اللي هنشهده من اول غدا في درجات الحراره. عشان كده ما اكتر حاجه ممكن ننصح بيها مشاهدينا على قدر الامكان تخلي مع حضرتك جاكيت شتوي، لان اغلب الناس بتبقى فترات الظهيره مخففه ملابسها شويه، وده اكتر شيء ممكن لا قدر الله يجلب لحضرتك الامراض والفيروسات اللي بتبقى منتشره في هذا الفصل. عشان السلامه لحضراتكم نكثر كمان من شراب العصائر الفريش، العصائر الطازه اللي هي غنيه بفيتامين سي زي البرتقال واليوسفي والليمون والحاجات الجميله دي. اتمنى رب السلامه لحضراتكم وان يكون الطقس دائما مريح باذن الرحمن. ان شاء الله. النهارده طبعا هيكون معانا مجموعه من الفقرات الحواريه الهامه اللي بنتمنى انها تنال اعجاب حضراتكم. فقره اولى ان شاء الله تكون مع زميلي عاصم بعنوان التسويق الالكتروني نظره مستقبليه. ضيف هذه الفقره مهندس اسامه محمود خبير التسويق الالكتروني ومحاضر تخطيط وتنميه اداريه. كمان هنتكلم مع المهندس اسامه عن العروض اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا والتسويق الالكتروني، وعرض الجمعه البيضاء وعرض الجمعه السوداء والحاجات دي كلها اللي بيستخدموها مروجي التخفيضات والحاجات، هل الحاجات دي حقيقة؟
حقيقيه؟ الحاجات دي فعلا في تخفيضات ولا ده اللي هنحاول نفهمه بشكل مفصل؟ فقره ثانيه ان شاء الله هتكون معانا عن الم الركبه وعلاجه مع الدكتور اشرف فؤاد جندي طبيب عظام، ويكون في ضيافه زميلتي مها باذن الرحمن في الفقره الثانيه. فقره اخيره ايضا فقره طبيه حول امراض الشتاء وطرق الوقايه منها. طبعا عارفين ان مع دخول فصل الشتاء بيكون في نسبه كبيره من الاصابه بامراض البرد والانفلونزا، والناس كمان تحديدا اللي بتعاني من مشاكل وحساسيه في الجيوب الانفيه بتبقى متضرره جدا جدا خلال هذه الفتره. المهم نتكلم عن اهم هذه الامراض ونعرف ازاي ممكن نقي انفسنا منها. ضيفه هذه الفقره ان شاء الله دكتوره امال صبري، استشاري الطب الاطفال والتغذيه العلاجيه. ان شاء الله مشاهدينا فاصل قصير جدا، وبعد الفاصل يعود مع حضراتكم من جديد زميلي عاصم الشندويلي، اولى فقرتنا الحواريه في حلقه النهارده. انتظروا.